يُنتظر أن تكون هناك عقوبات ضد المسؤولين عن العنف في سوريا. هذه العقوبات ستكون مثلا عدم الترخيص لهم بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي، أي عدم منحهم التأشيرات، وأيضا تجميد أرصدتهم داخل دول الاتحاد الأوروبي. هناك أيضا محاولة لرص صفوف الاتحاد الأوروبي بضرورة الضغط على مجلس الأمن باستصدار قرار حاد حول الأحداث في ليبيا، ومطالبة الدول الآسيوية برغبة سحب اقتراحها من أجل اقتراح سوريا عضو في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. إذن أمام المجلس سفراء دول الاتحاد الأوروبي اليوم مجموعة من الاقتراحات، والدبلوماسيون الأوروبيون يقولون أن العقوبات لن يتم اعتمادها من أجل العقوبات، ولكنها رسالة موجهة إلى الحكومة السورية لدفعها إلى وقف العنف وفتح باب الحوار مع المعارضة. اعتماد هذه الإجراءات اليوم أو الاتفاق الذي سيتم اعتماده اليوم يحتاج نوعا ما إلى بعض الوقت لتنفيذه، حتى وأن بعض الدبلوماسيين يقولون أن الإجماع سيكون سريع، وأن الوقت لن يكون طويلا لاتخاذ أو لدخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ. فمثلا إذا كان هناك بعض المسؤولين الذين سيتم إدخالهم في لائحة العقوبات، يجب تحديد من هم هؤلاء المسؤولين وأسماؤهم. وبالتالي ثانيا اعتماد القرار اليوم اعتماده من قبل اجتماع الوزراء الأوروبيون. إذن فالأمور ستتم بسرعة، وينتظر اليوم خروج الاتحاد الأوروبي باتفاق حول فرض عقوبات على سوريا. نعم، لكن في ضوء استمرار رفض العديد من رفض الدول العربية ورفض العديد من الدول